تلهجوا قلوب وألسنة الأردنيين بالدعاء للفلسطينيين في قطاع غزة. مظاهر الفرح بعيد الأضحى المبارك استبدلها الأردنيون بهذه الوقفة الاحتجاجية بالقرب من سفارة الاحتلال الإسرائيلي بعمان. الشعارات والهتافات في هذه الوقفة الاحتجاجية تؤكد على ضرورة وقف هذا العدوان الغاشم وهذه الحرب المستعرة على القطاع المحاصر، ومطالبة المجتمع الدولي بضرورة وقف هذه الحرب وضرورة محاسبة رموز الاحتلال على كل الجرائم والمجازر التي ترتكب بحق المدنيين. المطالبات تتعدد وتتنوع في هذه الوقفة الاحتجاجية، فمنهم من يطالب بإغلاق سفارة الاحتلال بالأردن وقطع جميع التعاملات مع الاحتلال الإسرائيلي ووقف كل الاتفاقيات الاقتصادية التي يرتبط الأردن بإسرائيل. وأيضا هناك مطالبات، ولا سيما المطلب الرئيس في كل الاحتجاجات والمسيرات، بإنهاء معاهدة وادي عربة التي يرتبط الأردن بها مع إسرائيل. التحايا تنطلق في عيد الأضحى المبارك من هنا من عمان، تحيي صمود الفلسطينيين في قطاع غزة وتحيي المقاومة الفلسطينية على كل البطولات في القطاع المحاصر. الرسائل تنطلق من عمان ومن باقي المحافظات في توقيت واحد وفي زمان واحد وفي هذا العيد المبارك، لتؤكد في كل وقفة وفي كل مسيرة رفضها للعدوان الإسرائيلي. غضب الشارع الأردني مستمر منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى، والتي تؤكد في كل وقفة وفي كل صوت يرتفع من هنا ومن عمان بضرورة وقف هذا العدوان الغاشم على الأهل في القطاع المحاصر. غيث الرقاد، الغد، عمان. كل أهل غزة وللمقاومة الباسلة في غزة كل عام وأنتم بخير. صحيح هذا العيد يأتي في ظروف صعبة جدا، ولكن كما كانت الهتافات هذا العيد شعيرة من شعائرنا، ولكن نحن كشعب أردني ارتأينا أن نعيد هنا في أقرب نقطة للسفارة الصهيونية لنؤكد لأهلنا في غزة أننا لن نتخلى عنكم ولن ننساكم حتى في أعيادنا. الشعب الأردني بكل فئاته يهتف لغزة ويهتف لمقاومتها ويترك يترك البرنامج التقليدي للعيد ليبدأ عيده في الهتاف لغزة، وهذا تأكيد على أن قلوبنا وضمائرنا كلها متجهة هناك. لا شك أن هذا الصمود البطل لهذه المدة التي تصل إلى 9 أشهر تؤكد مرة أخرى أن لدى الأمة ما يمكن تقديمه من أجل تحرير كامل تراب فلسطين، من أجل العودة إلى كل أرضنا، من أجل تفكيك هذا الكيان. بنوجه التحية للمقاومة البطلة في غزة وعلى امتداد أرض فلسطين التي تواجه هذه آلة الحرب الصهيونية الأمريكية بكل جدارة واقتدار. وربما عملية الأمس وهذا العدد من القتلى الصهاينة يؤكد أن خيار المقاومة هو الخيار الرئيسي في مواجهة العدوان. نأمل بأن هذا الاحتلال سيزول، ونأمل بأن فك الحصار سيأتي بفضل وفعل المقاومة التي تخوض أشرس المعارك وتلحق بالعدو الأضرار. اليوم العدو مأزوم تجاه ما يحدث معه، تكشف أكثر وتكشف كل من يدعم الكيان الصهيوني، وبالتالي نقول بأن المقاومة لا سبيل إلا بالمقاومة لتحرير قطاع غزة.